في عام 2023 انطلق أكثر من 100 قارب من لبنان، 109 بالضبط، بعد سنة ونصف تقريباً على إغراق مركب المهاجرين بنيسان 2022. لم يتحمل حتى الآن أي أحد مسؤولية عن مقتلهم. نحن وصلنا للقرار الصادم اللي طلع من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، لا صلاحية للقضاء العسكري للنظر بهذه القضية، وبالتالي بعد سنتين من إعلاء الصوت من متابعة قضائية نتفاجأ بأنه هذه القضية 40 شخص فقدوا بعد فقدانهم، طلع ما في أي مجرم مرتكب وما في أي تحقيق شفاف حتى اليوم. قتلونا وغرقونا بقلب البحر ومدري قدي ضلون لحتى يشلونا، يعني طلعوني ونزلوني بقلب المي أنا لإلي، وآخر شيء عشي منايمين الملفات تحت الطاولات. عندنا تم اصطدام بالمركب وغرق مباشرة، الجيش قوات البحرية اللي قدوا أنقذوا الناس طفوا الأضوية، وبعده 90 دقيقة نطروا الباقيين ليموتوا قدامهم. كان قادر ينقذهم تركهم 90 دقيقة، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ما قدر شاف إفادات الناجين ولا اطلع عليهم ليقول هناك جريمتان مش جريمة، والجريمة الثانية هي أكبر وأكثر، هي محاولة قتل متعمد. من جهة أخرى لم يتم انتشال المركب اللي هو الدليل الجنائي الأهم بهذا الملف، بالرغم من أنه قائد الغواصة الهندية اللي كشفت عليه بآب 2022 أكد وجود علامات اصطدام. كل ذلك مع التذكير بأن قائد الجيش العماد جوزيف عون وعد بأن يتم التحقيق بشكل شفاف وعادل ومستقل في هذه الحادثة. لا كان التحقيق شفافاً، فالشاكون والناجون لا يعرفون شيئا حتى الآن عما جرى في التحقيق، ولا كان عادلا لأنه ليس من العدل في شيء. تكذيب أكثر من 40 شخصا من الناجين أكدوا بأنهم تعرضوا لمطاردة خطيرة ولضربة متعمدة لمنعهم من العبور، بل أن أحد الفيديوهات التي سربت للإعلام تظهر وتوثق أن أحد العساكر البحرية كان يقول اضربهم في مقدمة المركب. وراح هاشم وناطرته أنا كأم إحساسي بيقلي راجع. ابنك هاشم كان من الناجين. من الناجين. الصليب الأحمر جاب اسمه. من وقت طلعت بنتي على الخاطرة أول خاطرة قام بيقول لها العسكري أنتي ليه عم تبكي هون؟ هي توترت بدها أخوها. قام بيقول لها هاشم مثلش شعره طويل مخبوط هون شوي. طلع أول خاطرة، هي أول خاطرة ما نعرف شو مصيره. نحن نعتبر أن الهجرة والتنقل حق، وبعملنا هذا نسعى إلى التأثير على سياسات الهجرة من مقاربة أمنية وسياسية شعبوية إلى مقاربة إنسانية وحقوقية. Stop blaming people on the move for trying to escape or leave. Stop pushback and driftbacks and end the death at sea. Tear down Europe's borders. We want you to stop this war on illegalized migration. بدي ضلني لآخر نفس، الدولة ما أخذتنا حقنا، نحن بدنا ناخذ حقنا، يعني لو بدها تطلع زلزال عمتي شلولي إياها، أنا بدي ضلني واقفة على إجريي.